بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ أولى باك في جميع الشعب العلمية والثانية بكالوريا الأحرار الشعب العلمية، مرحبا بكم في هذا الفيديو المخصص لمراجعة جميع دروس التاريخ الثمانية من البداية إلى النهاية، وغادي نحاول ندير هذه المراجعة بشكل مختصر وسريع لمساعدتكم على المراجعة وأيضا على الاستعداد الجيد للامتحان الجهوي. ونبدأ على بركة الله، نعطيكم فكرة على هاد التمنية ديال الدروس اللي كاينة والترابطات اللي كاينة فيما بينها، عاد ندوز المراجعة ديال كل درس. إذا هاد التمنية ديال الدروس اللي عندنا الموضوع ديالها هو التحولات الكبرى بالعالم الرأسمالي وانعكاساتها خلال القرنين 19 و20 الميلادي، والإطار الزمني الفترة الزمنية اللي كتغطي أو اللي كتندرج ضمنها الدروس هي القرن 19 والقرن 20 الميلادي. وهاد التمنية ديال الدروس بينتها مجموعة أو بينتها ترابطات، درس مرتبط بدرس آخر. نبدأ بالدرس الأول في المقرر، هو التحولات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والفكرية بالعالم في القرن 19. وهذا الدرس منه كتفرع باقي الدروس. علاش؟ هذه التحولات ترتبت عليها انعكاسات، هذه الانعكاسات اللي ترتبت على التحولات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والفكرية، كانت هذه الانعكاسات على العالم الرأسمالي وكانت الانعكاسات على خارج العالم الرأسمالي. بالنسبة للانعكاسات اللي ترتبت على العالم الرأسمالي، ثلاثة ديال الدروس مرتبطة مع بعضها. هذه التحولات ترتبت عليها ازدهار النظام الرأسمالي، وبالتالي ترتب عنه الدرس الثاني في المقرر اللي هو التنافس الإمبريالي واندلاع الحرب العالمية الأولى. هذا الدرس ديال التنافس الإمبريالي واندلاع الحرب العالمية الأولى هو اللي غادي يطيحنا في الحرب العالمية الأولى وفي في الانعكاسات اللي ترتبت أو الآثار اللي ترتبت على هذا الحرب، وبالتالي غادي ندوزو على درس آخر، درس ثالث كيهضر على اوروبا والعالم الرأسمالي، هو اوروبا من نهايه الحرب العالميه الاولى الى ازمه 1929. ثم من بعد هذا الدرس ديال اوروبا من نهايه الحرب الى ازمه 1929 هو اللي غادي يطيحنا في الدرس ديال الحرب العالميه الثانيه، وبالتالي ملي كنشوفوا المجال ديال العالم واوروبا كنلقاو بان هاد الثمانيه ديال الدروس اربعه ديال الدروس منها كتندرج ضمن تاريخ اوروبا والعالم. ثم هذه التحولات ترتبت عليها انعكاسات خارج العالم الرأسمالي، هي ثلاثة دروس كاينة في المغرب ودرس على المشرق العربي. الدرس الأول في المغرب عندنا هو الضغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولات الإصلاح، وهذه الضغوط جاءت نتيجة التنافس الإمبريالي. هذا الدرس الأول ديال المغرب غادي يطيحنا في درس ثاني ديال المغرب اللي هو نظام الحماية بالمغرب والاستغلال الاستعماري. هذا الدرس ديال نظام الحماية بالمغرب والاستغلال الاستعماري غادي يطيحنا في الدرس الثالث اللي هو نضال المغرب من أجل الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية. إذا ثلاثة ديال الدروس كاينة على المغرب، درس مرتبط بدرس، الأول عطانا الثاني، الثاني عطانا الثالث. وبالنسبة للمشرق العربي غادي نهضروا على درس واحد فيه هو اليقظة الفكرية بالمشرق العربي. إذا كما كتلاحظوا ثمانية ديال الدروس كاينة في المقرر وكاينه بيناتها روابط، بحيث ان درس كيعطينا الدرس الموالي والدرس الموالي كيعطينا الدرس الاخر. داكشي علاش في هذه المراجعه غادي نمشي هكا، غادي نبدا بالدرس الاول ديال التحولات اللي وقعت في العالم، ثم ندوز للتنافس الامبريالي، ثم ندوز لاوروبا من نهايه الحرب العالميه الاولى الى ازمه 1929، عاد ندوز للحرب العالميه الثانيه لان كاين واحد الترابطات. هذا الدرس عطانا هذا، هذا عطانا هذا، هذا عطانا هذا. ثم من جهه اخرى غادي نبدا الدروس ديال المغرب، غادي ندير المراجعه ديالهم كاملين، هذا الدرس وهذا وهذا بثلاثه ندير لهم مراجعه وندير الروابط بيناتهم. ثم الدرس ديال اليقظه الفكريه غادي ندير ليه مراجعه بوحده. اذا ركزوا معايا ويمكن لكم تاخذوا افكار او لا تاخذوا دفتر ديالكم وتسجلوا مجموعه من النقاط باش يسهل عليكم عمليه المراجعه السريعه لجميع الدروس. ونبداو بالدروس ديال تاريخ اوروبا والعالم. إذا الدروس اللي كاينة في المقرر ديال تاريخ أوروبا والعالم هي أربعة ديال الدروس. الدرس الأول التحولات الاقتصادية والمالية كما قلنا، هذا الدرس غادي يعطينا الدرس الثاني التنافس الإمبريالي، الدرس ديال التنافس الإمبريالي يعطينا الدرس الثالث أوروبا من نهاية الحرب إلى أزمة 1929، والدرس الثالث يعطينا الدرس الرابع الحرب العالمية الثانية الأسباب والنتائج. ونبداو بالدرس الأول
التحولات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والفكرية بالعالم في القرن 19. إذا في هذا الدرس اللي مطلوب منكم هو تعرفوا شنو هي التحولات اللي وقعت في العالم الرأسمالي ولا في العالم في القرن 19. وهذه التحولات كتنقسم لأربعة، كاين تحولات اقتصادية، كاين تحولات مالية، كاين تحولات اجتماعية، وكاين تحولات فكرية. وهذه التحولات مرتبطة مع بعضها البعض، تحول كيعطينا تحول آخر. بالنسبة نبداو بالتحول الاقتصادي. إذا اللي مطلوب لكم في التحول الاقتصادي تعرفوا جوج حويجات، شنو هي الأسس ديال التحولات والمظاهر ديال التحولات. الأسس كنقصدوا بها عوامل، شنو هي العوامل اللي عطتنا التحول. ثم الحاجة الثانية، فين كيتجلى التحول. بالنسبة للأسس ديال التحولات الاقتصادية كاينة بزاف ديال الأسس أو عوامل. هاد العوامل من بينها كاين التقدم التقني ولا الاختراعات التقنية والعلمية اللي عرفتها أوروبا، كاين اعتماد النهج الاقتصادي الليبرالي، كاين نمو ظاهرة التركيز الرأسمالي بشكله الأفقي والعمودي، وكاين التطور الهائل اللي عرفته وسائل المواصلات، وأيضا نمو ديال الأبناك. هذه كاملة هي العوامل اللي عطت التحولات الاقتصادية. ثم هاد التحولات كتجلى في مجموعة من المجالات، خصنا نعرفوا فين كتجلى التحولات، مظاهر التحولات الاقتصادية. ملي كنهضروا على الاقتصاد تنهضروا على ثلاثة ديال الميادين، كنهضروا على الفلاحة والصناعة والتجارة. وبالتالي انتم في هذا الدرس مطالبين تكونوا عاقلين على فين كيتجلى التحول الفلاحي، فين كيتجلى التحول الصناعي، فين كيتجلى التحول التجاري. مثلا التحول الفلاحي كيتمثل في إدخال الآلة في مختلف المجالات، استعمال وسائل النقل المكيف، استعمال الأسمدة، اعتماد التناوب الزراعي، في تنوع الانتاج الفلاحي والضخامه ديالو، في تزايد الارباح الفلاحيه. ونفس الشيء مظاهر التحولات الصناعيه كتمثل في اعتماد المعمل، تزايد السريع والمكثف استعمال الالات، التطور اللي عرفته وسائل انتاج او انتاج الطاقه وخاصه الفحم، كاين تنوع ضخامه الانتاج. ومن اهم المنتوجات كاين المعادن او الحديد، كاين النسيج، كاين المحركات البخاريه، مجموعه من المجالات اللي ولاو كيصنعوا فيها الاوروبيين بشكل مكثف، والدول الاوروبيه ولات تتحقق واحد صادرات صناعيه مرتفعه جدا. وعلى المستوى التجاري تطور تقنيات التسويق، تزايد المبادلات التجاريه. اذا مجموعه من المظاهر اللي كتبين التحولات التجاريه. ثم خصنا نعرفوا التحولات الماليه. التحولات الماليه باختصار كتمثل في التطور اللي عرفته الابناك، حيث انتقلت من تخزين الاموال الى الاستثمار. وبقينا كنهضروا هنا على تزايد دور البورصه، دور البورصه في الاقتصاد، وعلى ظهور الشركات المجهوله الاسم، وعلى ظهور نوع جديد من التركيز هو التركيز المالي، ولات الابناك هي اللي كتحكم في الاقتصاد. ثم بالنسبه للتحول الاجتماعي هو نتيجه ديال التحول الاقتصادي، ما يمكنش يوقع تحول اقتصادي بدون ما يأثر على المجتمع. التحولات الاجتماعية يمكن نهضروا على التحولات الديموغرافية وفيها تحولات اجتماعية. على المستوى الديموغرافي كاين النمو الديموغرافي السريع ولا الانفجار الديموغرافي، كنهضروا على الانفجار الحضاري او النمو الحضاري، كنهضروا على المدن المليونية. وكاين تحولات اجتماعية كتمثل في الهجرة القروية، كاين التفاوتات الطبقية، بحيث كنهضروا على جوج طبقات بارزة في المجتمع، طبقة الاغنياء البرجوازية وطبقة البروليتاريا. وبقينا كنهضروا على خروج او تزايد الشغال او عمل المرأة. وبالنسبة للتحولات الفكرية هي تحولات واكبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وفي التحولات الفكرية كنهضروا على الفكر الاشتراكي بالأساس، كاين الفكر الليبرالي وكاين الفكر الاشتراكي، ومن أهم المطلوب هو الفكر الاشتراكي بشكل مهم جدا وظهور الحركة العمالية. في الفكر الاشتراكي كيخصنا نعرفوا بأن الاشتراكية كتنقسم لواحد جوج ولا ثلاثة ديال الاتجاهات، الاشتراكية الفوضوية، والاشتراكية الخيالية ولا المثالية، والاشتراكية العلمية اللي كان كيقودها كارل ماركس، ونعرفوا بعض الأفكار في كل اتجاه. ثم أيضا من بين التحولات الفكرية هو ظهور الاتحادات العمالية وتشكيل النقابات بفعل الظروف اللي كتعيشها الطبقة العاملة. إذا هذا الشيء اللي خصنا نعرفوه في التحولات الاقتصادية. هذه التحولات الاقتصادية ترتب عنها تعزيز النظام الرأسمالي وولادة الإمبريالية. وبالتالي هذا الدرس الأول عطانا الدرس الثاني، تعزيز النظام الرأسمالي وولادات الإمبريالية. وبالتالي ملي بقينا كنهضروا على الإمبريالية جاتنا ظاهرة التنافس الإمبريالي، والتنافس الإمبريالي سيقود الدول نحو اندلاع الحرب العالمية الأولى. شنو خصنا نعرفوا في هذا الدرس؟ خصنا نكونوا عاقلين على مظاهر التنافس. فين كيتجلى التنافس الإمبريالي؟ التنافس كيتجلى في مجموعة من الميادين، كاين تنافس اقتصادي
يعني التنافس ما بين البلدان من اجل تصريف الانتاج وجلب المواد الاوليه. كاين التنافس السياسي، هو ان الدول الاوروبيه كانت تتنافس حول المستعمرات وعندها اطماع خارجيه. وكنهضروا ايضا من بين مضايق التنافس نذكروا حتى المناطق اللي كانوا كيتنافسوا عليها، هي شمال افريقيا ومنطقه البلقان بالاساس، وكاين حتى حوض الكونغو في افريقيا، ولكن اهم المناطق منطقه البلقان وشمال افريقيا. ونعقلوا على ان منطقه البلقان كانت من اهم المناطق لانها شعلات فيها الحرب العالميه الاولى نتيجه واحد الازمه غادي نشوفها. كذلك اذا خصنا نعرفوا الوسائل اللي وظفوها الدول الاوروبيه في اطار التنافس. هذه الوسائل اللي وظفوها، وظفوا تحالفات. اول حاجه من الوسائل اللي وظفوها هو الشؤون التحالفات، جوج، وتعقلوا على جوج تحالفات مهمه. حلف دول التحالف الثلاثي اللي كانت تقود المانيا والنمسا المجر والطليان، وحلف دول الوفاق الثلاثي اللي كانت تقود فرنسا وبريطانيا وروسيا. اذا هذا جوج ديال الاحلاف مهمه. كذلك ايضا عقد مؤتمرات لتسويه الخلافات فيما بين هذه البلدان، ولعقد اتفاقيات مع الدول اللي كان عندهم رغبه باش يستعمروها، وايضا السباق نحو التسلح. هادو ثلاثة ديال الوسائل المهمة. وأيضا نذكروا في وسائل التنافس هما ديك الأساليب اللي وظفوها لتسوية الخلافات، حتى هي كانت وسيلة من الوسائل اللي وظفوها. هو عقد مؤتمرات، بحيث هضرنا على أربعة ديال المؤتمرات مهمة. برلين فيها جوج، مؤتمر برلين الأول ومؤتمر برلين الثاني، ثم مؤتمر مدريد في 1880 ومؤتمر الجزيرة الخضراء في 1906. وفقرة مهمة بقات لنا في هذا الدرس هو الأزمات، بحيث هذه من أهم الفقرات اللي كنصادفوها بزاف ديال المرات في الامتحان. هذه نبقى مره نشير لكم المحاور المهمه في هذه المراجعه اللي خصكم ما تنساوهاش. ازمات التنافس الامبريالي خصكم تعقلوا عليها مزيان، والدور ديالها فين ديال الحرب العالميه الاولى. الازمات كتنقسم لجوج ديال الازمات ولا جوج ديال المجالات وقعت فيها الازمات. كاين ازمات وقعت في المغرب، وكاين ازمات وقعت في منطقه البلقان. بالنسبه للمغرب خصنا نعقلوا على جوج ازمات مهمين، هما 1900 1905 وازمه 1911. بجوجهم كانوا على المغرب، وبجوجهم كانوا ما بين المانيا وفرنسا. ثم الازمات الاخرين هي ازمات حول البلقان، وكانت ثلاثه. كاين ازمه البلقان 1908، ونهضروا على ازمه البلقان الثانيه 1912 النهايه ديالها وبدايه 1913، ثم ازمه البلقان الثالثه 1913، ونعرفوا الدول اللي وقعت بيناتهم هذه الازمه والنتيجه ديالها. ثم مهم نعرفوا دور ديال الازمات في اندلاع الحرب، بحيث ان هذه الازمات زادت من حده التوتر واشعلت فتيل الحرب، وخاصه ازمه البلقان الاولى ديال 1908 اللي كانت ما بين النمسا وصربيا، واللي بقى فيها بينات صربيا والنمسا واحد العداء سينتج عنه قيام طالب صربي باغتيال ولي عهد النمسا بمدينه سراييفو في البوسنه. اذا هذه الدرس ديال التنافس الامبريالي. ثم هذا الدرس ديال التنافس الامبريالي غادي يؤدي لنا على الحرب. حنا وقفنا هنا في السبب المباشر ديال الحرب، وغادي ننتقلوا حتى لبدايه الدوره الثانيه. كاين درس ديال اوروبا من نهايه الحرب العالميه الاولى الى ازمه 1929، وهو نتيجه ديال الدرس ديال التنافس الامبريالي، لان التنافس الامبريالي كيتعتبر سبب من الاسباب اللي مهدات لاندلاع الحرب العالميه الاولى. إذا هذه الحرب العالمية الأولى شنو خصنا نعرفوا فيها؟ هذه أوروبا من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى أزمة 1926 هي مرحلة. بدأت هذه المرحلة خصنا نعرفوا شنو وقع فيها؟ شنو منين كتبدا هذه المرحلة؟ ملي سالت الحرب، يعني من 1918 وكتستمر حتى 1929. شنو وقع في هذه المرحلة؟ في هذه المرحلة كاينة ثلاثة ديال الأحداث مهمة. الحاجة الأولى هو خصكم تعرفوا النتائج ديال الحرب العالمية الأولى، ماشي المراحل، النتائج. الحاجة الثانية تعرفوا شنو هي الأوضاع اللي وقعت في الدول الأوروبية، وخاصة الدول اللي تحاربت في الحرب العالمية الأولى، شنو وقع الأوضاع ديالها من بعد الحرب. ثم تعرفوا الأزمة ديال 1923 والآثار ديالها على من؟ على أوروبا، ماشي على العالم، على أوروبا. ثلاثة ديال المحاور مهمة. المحور الأول هو النتائج ديال الحرب العالمية الأولى، وأهم حاجة فيه هي السياسي. خصنا نعرفوا النتائج ديال الحرب العالمية الأولى بشريا، خصنا نعرفوا ماديا، خصنا نعرفوا سياسيا. بشريا كاين القتلى الجرحى المعطوبين البطاله الفقر المجاعه، ماشي مهم هذا المحور بزاف هذا الفاده. ثم ماديا او اقتصاديا دمار الاراضي المدن المعامل تدهور الاقتصاد الاوروبي. السياسي اهم النتائج اللي كتحط بزاف في الامتحان هو النتائج السياسيه، عقلوا عليها مهمه بزاف هذا السياسي اكثر من البشري والمادي، واللي تحفظوا بزاف هو السياسي. كتمثل في تغيير الخريطه السياسيه لاوروبا، خصكم تعقلوا عليها، عن طريق انهيار الامبراطوريات وظهور دول جديده. كتمثل ايضا في توقيع معاهدات مع الدول المنهزمه، واهمها هو معاهده فيرساي. وكتمثل في تاسيس عصبه الامم للحفاظ على السلم والامن في العالم. اذا هذو النتائج. ثم خصكم تعرفوا الاوضاع، اوضاع الدول الاوروبيه او
المميزات ولا الخصائص اللي عشتها الدول الأوروبية. هاد الدول الأوروبية اللي خصكم تعرفوا الأوضاع ديالها أربعة، تعرفوا وضعية روسيا، وضعية فرنسا، إيطاليا، ألمانيا. بالنسبة لروسيا، الحاجة اللي ميزاتها هو قامت فيها الثورة، وهذه الثورة البولشوفية غادي ترتب عليها يعني تغيير نظام الحكم في روسيا، ويظهر نظام اشتراكي كيقودوه البلاشفة، واللي تزعمه أول رئيس هو لينين، وكانت هذه الثورة في 1917. ثم بالنسبة لفرنسا والطاليان والألمان، كيتشابهوا في الوضعية ديالهم خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، بحيث أن فرنسا والطاليان والألمان عاشوا تأزم في الأوضاع الاقتصادية ديالهم، عاشوا أوضاع اجتماعية مزرية، الفقر، البطالة، المجاعة، ضعف الأجور، تراجع القدرة الشرائية، مجموعة من المشاكل، تضخم اقتصادي. إذن وعلى المستوى السياسي خصنا نميزوا بيناتهم. سياسيا فرنسا تعاقبت عدة حكومات على الحكم في وقت وجيز، تصاعد التطرف السياسي، تصاعد الخوف من انتشار المد البولشوفي في فرنسا، ولكن لم يتغير النظام، في حين طاليان وألمانيا هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ستساهم في قيام أنظمة ديكتاتورية، غادي يظهر النظام الفاشي في طاليان والنظام النازي في ألمانيا. ثم غادي ندوزو المطلب، الحاجة الثالثة المهمة في هذه الأوضاع دي أو أوروبا من نهاية الحرب إلى أزمة 1926، هي الأزمة. خصنا نعرفوا هذه الأزمة كيفاش ظهرت باختصار، ولكن اللي كيهمنا بزاف هو الآثار ديالها، هي اللي كيحطوها بزاف في الامتحان، آثار الأزمة. وهذا الدرس كامل مهم بزاف في الامتحان، وكيتحط كثيرا كثيرا. من شنو خصنا نعرفوا؟ خصنا نعرفوا ظهور الأزمة. الأزمة ظهرت في الميريكان بفعل الخلل ما بين العرض والطلب، وانتشرت في العالم الرأسمالي ومن بعد في المستعمرات، وما قاستش الاتحاد السوفيتي بوحده. صافي انتشار الاثار ديالها على اوروبا خلفت مجموعه من الاثار اقتصاديا، تضرر الاقتصاد، تراجع الانتاج، تراجع الطلب على السلع، مجموعه من المشاكل الاقتصاديه، ركود في المبادلات التجاريه، واجتماعيا ادت الى الفقر، الى البطاله، الى ضعف القدره الشرائيه، الى السخط الاجتماعي والاحتجاجات. وسياسيا هذه الازمه ساهمت في وصول الانظمه الدكتاتوريه الى الحكم، بحيث عاونت النظام النازي فاش يوصل للحكم، وعاونت النظام الفاشي في الطليان باش يثبت الامور ديالو. ثم هذا الدرس ديال اوروبا من نهايه الحرب العالميه الاولى الى 1920 سيقودنا الى اندلاع الحرب العالميه الثانيه. وفي هذا الدرس ديال الحرب العالميه الثانيه خصنا نعرفوا غير الاسباب والنتائج، المراحل غير شرط لها، ولكن اللي مهم في الاطار المرجعي مطلوب لكم انتم هي الاسباب والنتائج. بالنسبه للاسباب، كاينه اسباب غير مباشره كلها مرتبطه بهذاك الدرس السابق، الشيء المعاهد ديال فيرساي سبب غير مباشر. ايضا الأزمة الاقتصادية سبب غير مباشر. ثم هذه معاهدة فرساي والأزمة الاقتصادية ستساعد في وصول الأنظمة الدكتاتورية للحكم، وما نهجته من سياسة توسع إيطاليا في الحبشة، توسع ألمانيا في إطار المجال الحيوي، توسع ديالها على دول أوروبا الشرقية في إطار تحقيق المجال الحيوي اللي كان مصطلح تلقوا هتلر، وتوسع اليابان الحليف ديالهم في منشوريا ومن بعد في الصين. ثم التقارب ديال هذه الأنظمة الديكتاتورية وتشكيلهم حلف دول المحور الثلاثي والانسحاب ديالهم من عصبة الأمم، كلها أسباب غير مباشرة. وبالنسبة للتساؤل اللي كيجينا مهم في الامتحان، ما كيسولوناش عطيونا الأسباب ديال الحرب، ما كتجيش هذا السؤال نادرا في نصادفه. اللي كتجي هو دور الانظمه الديكتاتوريه في اندلاع الحرب، ولا دور الازمه الاقتصاديه ونتائج الحرب العالميه الاولى في اندلاع الحرب العالميه الثانيه. وخصنا نخرج الدور ديالهم. الدور ديالهم هو انهم غادي ينسحبوا من عصبه الامم الانظمه الديكتاتوريه، غادي يشكلوا بيناتهم حلف دول المحور، غادي ينهجوا سياسه التوسع، وغادي يبقاو غاديين حتى نوصلوا اندلاع الحرب. وبطبيعه الحال السبب المباشر لاندلاع الحرب هو الغزو ديال هتلر لبولونيا اللي كان في فاتح شتنبر 1939. المراحل بطبيعه الحال مرات من جوج المراحل، المرحله الاولى انتصرت فيها المانيا والحلفاء ديالها، المرحله الثانيه انقلبوا عليهم دول، عفوا المرحله الاولى انتصروا فيها دول المحور الالمان واللي معاها، وفي المرحله الثانيه غادي ينتصروا دول الحلفاء بعد دخول الولايات المتحده الامريكيه، وتسالي الحرب في 1945 وتخلف نتائج. النتائج حتى هي كتنقسم بشريا وماديا وسياسيا، واهم نتائج هي السياسيه. بشريا بحال الاولى، غير الحجم الخسائر كان اكبر، القتلى، الجرحى، المعطوبين، البطاله، الفقر وغيرها. ماديا الدمار ديال البنيه التحتيه، المدن، المعامل، الاقتصاد، العجز المالي، الديون، استفادت الولايات المتحده الامريكيه من الحرب العالميه الاولى وايضا حتى من الحرب العالميه الثانيه. ولكن اللي مهم في النتائج هو السياسي،
واللي كيتمثل في تغيير الخريطة ديال أوروبا، وخاصة تقسيم ألمانيا والنمسا الأربعة ديال المناطق نفوذ ما بين الحلفاء. كذلك أيضا تأسيس منظمة أو هيئة الأمم المتحدة، وفصلوا بينتها مع الحرب العالمية الأولى كانت تأسيس عصبة الأمم، هنا هيئة الأمم، وانقسام العالم إلى قطبين، بروز نظام القطبية الثنائية والحرب الباردة. إذن هذا الشيء اللي كاين في الدروس ديال تاريخ أوروبا والعالم الأربعة، وندوزو إلى تاريخ المغرب. وبالنسبة للمجال ديال المغرب فكيشمل ثلاثة ديال الدروس مرتبطة ومتسلسلة مع بعضها البعض. الدرس الأول هو الضغوط الاستعمارية على المغرب ومحاولة الإصلاح. هذا الدرس غادي يطيحنا في الدرس الثاني، ولا غادي ينقلنا الدرس الثاني، هو فرض نظام الحماية على المغرب، واللي على إثره سيتعرض المغرب للاستغلال الاستعماري. ثم الدرس الثاني غادي ينقلنا للدرس الثالث، اللي هو النضال ديال المغرب أو كفاح المغرب من أجل تحقيق الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية. وهاد الدروس عندهم ايضا ترابط حتى مع التاريخ ديال اوروبا والعالم، لان الدرس ديال التنافس الامبريالي هو اللي خلى المغرب يتعرض لمجموعه من الضغوط الاستعماريه. وبالتالي شي مره في الامتحان كنلقاو موضوع مقالي كيشركوا لنا فيه الدرس ديال الضغوط الاستعماريه على المغرب ومحاوله الاصلاح مع الدرس ديال التنافس الامبريالي، لان بيناتهم واحد الترابط قوي ووثيق. اذا بالنسبه لدرس ديال الضغوط الاستعماريه على المغرب ومحاوله الاصلاح، عندنا جوج محاور مهمه خصنا نعرفوا الضغوط الاستعماريه اللي خضع لها المغرب، واللي غادي نقسموها لمجموعه من المجالات، ونعرفوا الاصلاحات اللي دارها المغرب واللي غادي نقسموها لمجالات. بالنسبه للضغوط خصكم تعقلوا على الضغوط العسكريه واللي كتمثل في جوج ديال المعارك، معركه اسلي ومعركه ولا حرب تطوان، لان المعركه كتكون لحظيه. اذا معركه اسلي وحرب، شي معركه تطوان ولا حرب تطوان. معركه اسلي اللي كانت في 1844 ما بين المغرب وفرنسا، واللي ترتبت عليها الهزيمه ديال المغرب وجات من بعدها المغربيه، ومعركه حرب تطاوين اللي كانت في 59 60 واللي انهزم فيها المغرب امام اسبانيا. ثم خصنا نعرفوا الضغوط الدبلوماسيه. انا دخلت الضغوط التجاريه ولا الاقتصاديه مع الضغوط السياسيه في الضغوط الدبلوماسيه، لان الضغوط الدبلوماسيه كاين فيها اللي كتنقسم الى ما هو سياسي وكتنقسم الى ما هو اقتصادي او تجاري. إذن هاد الضغوط كاين فيها معاهدة الصلح والاتفاقية التجارية مع الإنجليز اللي كانت في 1856، واللي خدت فيها الإنجليز بزاف ديال الامتيازات التجارية، وكاين المعاهدة ديال الصلح مع إسبانيا في 1860، واللي خدت فيها أيضا إسبانيا مجموعة من الامتيازات، وكاين تسوية بيكلار اللي كانت مع فرنسا، واللي كتعتبر ضغط سياسي، خدت فيه فرنسا مجموعة من الامتيازات حول الحماية القنصلية. وكاين مؤتمر مدريد اللي كان في سنة 1880، واللي خدات فيه الدول الأوروبية امتيازات حول حق تعزيز الحماية القنصلية، وأضاف إليهم مجموعة من الحقوق أو مجموعة من الامتيازات. إذا هذه مجموعة من الضغوط اللي ضعفت المغرب في القرن 19 الميلادي، والمغرب باش يواجه هذه الضغوط غادي ينوض يدير إصلاحات. خصك تعرف أنت شنو هي الإصلاحات والنتيجة ديال الإصلاحات. هذه الإصلاحات شملت مختلف المجالات، وكانت النتيجة ديال هو المحدودية أو الفشل، وبفعل مجموعة من العوامل. الإصلاحات خصك تعرف بأنها كانت في مختلف المجالات، وممكن في الامتحان يقول لنا الإصلاحات العسكرية ولا إصلاحات اقتصادية، ولا يقول لنا العسكرية والاقتصادية ولا المالية. خصنا نعرفوا بأن كاين إصلاح عسكري. هذا الإصلاح العسكري باختصار فيه محاولة المغرب يأسس جيش حديث، فيه زود المغرب الجيش بالأسلحة ولا المخزن زود الجيش بالأسلحة، وأنشأ مصنعي الأسلحة، وجهز الأسطول ديالو، وحمى الموانئ ديالو أيضا، رممها وجهزها ودار فيها عملية المراقبة أيضا. اقتصاديا من بين الامور كاين فلاحيا وزراعيا وصناعيا وتجاريا. على المستوى الاقتصادي دخل المغرب مزروعات عصريه بحال القطن وقصب السكر، دار صناعات حديثه ديال هاد المزروعات، وبقى كيستخرج الفحم وجهز الموانئ باش ينشط عمليه المبادلات التجاريه. ثم ماليا المغرب حاول يصلح العمله ديالو، وانشأ دار السكه في اوروبا، واحدث ادارات مالية بحال وزير المالية. وعلى المستوى الإداري دار المغرب إصلاحات، مجموعة من الإصلاحات الإدارية، بحيث أصلح الإدارية على الإدارة على المستوى المركزي بإحداث وزارة جديدة، وعلى المستوى المحلي بإحداث مجموعة من القيادات الصغرى، وأيضا حتى الموانئ حاول إصلاح الإدارة ديالها.
لمحاربة التزوير والتهريب وغيره. ثم تعليميا، من بين الأمور ديال المغرب أنشأ مدرسة عسكرية عصرية لترقي العلوم الحديثة، وصيفط مجموعة من البعثات يقراو في برا، وبقى كيمنح جوائز للمتفوقين. وعلى المستوى الجبائي، المغرب حاول يفرض ضرائب جديده باش يمول هذه الاصلاحات. اذا كتلاحظوا اصلاحات شملت مختلف الجوانب، خصكم تعقلوا عليها. وهذه الاصلاحات فشلات ولا كانت محدوده، علاش؟ بفعل عوامل خصكم تكونوا عاقلين عليها، وكتحط بزاف في الامتحانات عوامل فشل الاصلاحات. كاين عوامل محدوديه الاصلاحات، كاين عوامل داخليه من بينها تزايد عدد المحميين ومعارضه اصحاب المصالح بحال الفقهاء والاغنياء للاصلاحات، لانك تتعرض مع المصالح ديالهم، وقيام مجموعه من الثورات وتعرض المغرب للكوارث الطبيعيه. وعلى المستوى الخارجي الاصلاحات فشلات، لان كاين عرقله ديال الاوروبي للاصلاحات، ومد المخزن باسلحه فاسده، وتراكم الديون على المغرب. هذا الشيء كامل اذا فشلت الاصلاحات غادي تخلي المغرب يسقط في نظام الحمايه. وعلاش تفرض علينا الحمايه؟ باش يستغلونا. هذا باختصار علاش كان التنافس الامبريالي، باش يستعمرونا، باش يصرفوا فائض الانتاج ويجلبوا المواد الاوليه، وهذاك هو الاستغلال الاستعماري. اذا فنظام الحمايه خصنا نعرفوا شنو هي الظروف او العوامل او الاسباب التي مهدت لفرض نظام الحمايه، هذا مهم. والمضمون ديال معاهده الحمايه غير مهم، ولكن خصنا في الاسئله ما تيكونش، ولكن خصنا نفهموا. ثم خصنا نعرفوا مراحل الاحتلال العسكري والمقاومه ومظاهر الاستغلال والاثار ديالو. بالنسبه للظروف ديال فرض نظام الحمايه كتقاسم لجوج، داخليا وخارجيا. داخليا فشلات الاصلاحات وتدهورات الاوضاع ديالنا اقتصاديا، نعرفوا شنو وقع اقتصاديا، تدهور الاوضاع الاجتماعيه وتدهور الاوضاع السياسيه وضعف السلطه السياسيه. هذه مجموعه من المشاكل اللي تزامنت مع اوضاع خارجيه وتوقيع الدول الاوروبيه مجموعه من التسويات، ضغوط تزايد الضغوط الاستعماريه وتوقيع عده اتفاقيات، وكتحقق التسويات الاستعماريه على المغرب مع الطاليان في 1902، فرنسا مع الطاليان، فرنسا مع الانجليز في 1904، فرنسا مع اسبانيا ومع الدول الاوروبيه في 1906، مع الالمان في 1911. اذا التوقيع ديال الاتفاقيات مهمه وكتحط بزاف، واحتلال بعض المدن قبل من 1912. ثم هذه الظروف غادي تخلي المغرب تفرض عليه معاهده الحمايه اللي كانت في 30 مارس، وهذا المعاهدة هي اللي جاتنا بالنظام الحماية اللي هو شكل من أشكال الاستعمار تفرض على المغرب في هذه المعاهدة. ثم من بعدها غادي يجي الاحتلال. الاحتلال العسكري خصنا نعرفوا نفهموها، ماشي ضروري نحفظوا هذه الفقرة. مراحل الاحتلال العسكري مرات من مجموعة من المراحل، كاين مناطق اللي تستعمرات قبل 1912، كاين مناطق اللي تستعمرات من 1912 ل 14، كاين اللي تستعمرات من 1914 ل 20، كاين اللي تستعمرات من 1920 ل 26، وكاين اللي تستعمرات من 1931 ل 34. المهم الاحتلال العسكري غادي يقطع ملي تفرضت الحمايه، نقولوا تقريبا 1912 حتى 34 سيطرت فرنسا واسبانيا على الترابيه، مرحله طويله. علاش؟ لان كانت المقاومه المسلحه، وخصنا نعرفوا بعض النماذج. النماذج المهمه هي مقاومه الاطلس والريف، ولكن شرحنا نماذج اخرى ايضا، مقاومه الجنوب اللي كان كيقودها احمد الهيبه، نعقلوا على المعركه ديالو سيدي بوعثمان، السنه ديالها 1912 والنتيجه ديالها انهزم فيها. مقاومه الاطلس نعقلوا على المقاوم محوح الموزياني، المعركه في 1914 لهري سميتها وانتصر فيها. المعركة مقاومة الريف نعقلوا على المقاوم اللي كيقودها محمد بن عبد الكريم الخطابي، المعركة اللي انتصر فيها 1921 معركة النوال، واللي انتصر فيها الجيش الإسباني. ثم مقاومة الأطلس الصغير عسو وبسلان، المعركة 1933 بوغافر، واللي كبد فيها المستعمر خسائر ولكن في التالي انهزم. ثم من بعد غادي خصنا نعرفوا مظاهر الاستغلال، ان فرنسا استغلتنا. فين كيتجلى الاستغلال؟ استغلال اداري، حولت نظام الحمايه للحكم المباشر باختصار، مشات الاداره ديالنا فرنسا وصبليون وحول الحكم للحكم المباشر. ماليا انشوا ابناك وسيطروا على الاقتصاد المغربي، ومولوا الاجانب باش يحتكروا ويتحكموا في الاقتصاد ديالنا. فلاحيا كاين الاستيطان الفلاحي والسيطره على الاراضي الفلاحيه في اطار الاستيطان الرسمي والخاص، دونا الاراضي الزراعيه ديالنا باختصار. ثم على المستوى المنجمي احتكروا استغلال استخراج واستغلال والتنقيب على المعادن وخاصه الفوسفات، وتجاريا غادي يتحكموا في التجاره وغادي يعاني الميزان التجاري من العجز، وهذا الاستغلال غادي يترتب عليه اثار اقتصاديا واجتماعيا. مجموعه من الاضرار، تضررت الفلاحه، تضررت الصناعه، تضررت التجاره، واجتماعيا تضرروا العمال الحرفيين التجار الفلاحين، ولات البطاله، ولاو الناس يخدموا مع المستعمر باجور زهيده،
و تيتعرضوا للاستغلال ولات الهجرة ومجموعة من المشاكل الاجتماعية. هذا الشيء كامل غادي يخلينا ندوزو للدرس الثالث اللي هو نضال المغرب من أجل تحقيق الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية. هاد الدرس فوقاش غادي نبداو خصكم تعقلوا على هاد الدرس الله يرضى عليكم على شكل محطات. يعني وقفات المقاومة المسلحة في حوالي 34 36 غادي تنطلق الحركة الوطنية في النضال. إذا خصنا هاد الدرس نهضروا على الحركة الوطنية وشنو دارت ملي بدات حتى الاستقلال ديال المغرب حتى استكمال الوحدة الترابية. الحركة الوطنية خصنا نعرفوا، إذا في هاد الدرس نعرفوا شكون هو اللي غادي يناضل هي الحركة الوطنية، وبالتالي غادي نعرفوا الظروف اللي عطات ظهور الحركة الوطنية. بزاف ديال العوامل باختصار، كاين تزايد الاستغلال الاستعماري خاصة بعد الأزمة الاقتصادية في 23، كاين توقف ديال المقاومة المسلح، كاين الظاهرة البربري اللي كان في 1930، وكاين بروز الوعي. هاد الشيء كامل غادي يعطينا وحركة وطنية، يعني تأسيس أحزاب وجمعيات من طرف مجموعة من الشباب المثقف اللي غادي يرفض الاستعمار ويدافع على المغرب. هذه الحركة الوطنية اش غادي دير؟ غادي نهضروا اشنو دارت من 30 ل 39، التطور ديالها من 30 ل 39 غادي تظهر الحركة الوطنية وغادي تقدم سلطات الاستعمار مجموعة من المطالب تطالب فرنسا وإسبانيا بالإصلاحات في مختلف المجالات اجتماعيا اقتصاديا سياسيا. لكن هنا في 39 غادي تجي الحرب العالميه الثانيه وغادي نهضروا على محطه اخرى من 39 ل 44. الحركه الوطنيه ما بقاتش كطلب الاصلاحات، علاش؟ ما قبلولهاش الاصلاحات سلطات الاستعمار، ثم جات الحرب العالميه الثانيه، جات مجموعه من الظروف خلات الحركه الوطنيه تغير المطالب ديالها وترفع السقف ديال المطالب. من 39 ل 44 كاين ظروف بزاف ديال العوامل خلات الحركه الوطنيه تنتقل مطالب بالاستقلال، من بينها ندير على الحرب العالميه الثانيه، من بينها استعمار فرنسا من طرف ألمانيا، من بينها صدور الميثاق الأطلسي في 41 1941 اللي كيعطي الشعوب الحق في تقرير المصير، من بينها أيضا تزايد الاستغلال الاستعماري، من بينها لقاء أنفا بعد نزول القوات الأمريكية في المغرب والحلفاء. وبالتالي هذه مجموعه من الظروف، ايضا كذلك تاسيس احزاب، مجموعه من الظروف خلت الحركه الوطنيه تنتقل لمطالب الاستقلال. وغادي يبان داك الشيء في تقديم وثيقه المطالبه بالاستقلال في 1944 في 11 يناير. ثم غادي ننتقلوا لمحطه اخرى من 44 ل 56، الملك محمد الخامس غادي يتبنى هذه الوثيقه ويبقى يدافع عليها ويطالب بالاستقلال ديال المغرب. هذا غادي يخلي فرنسا تدبر المؤامره ديال النفي ديالو، والنفي ديال الملك في 20 غشت 1953 غادي يؤدي الى قيام ثوره الملك والشعب وتاسيس جيش التحرير والقيام بالعمليه الفدائيه اللي غادي تضغط على سلطات الاستعمار، وغادي ترتب عليها عقد مفاوضات اكس ليبان في 1955 التي سترتب عنها عوده الملك محمد الخامس والدخول في مجموعه من المفاوضات مع سلطات الاستعمار الفرنسي والتي ستسفر او ستنتهي باستقلال المغرب في 1956 ليعمل على استكمال وحدته الترابيه عبر محطات. خصنا نعقلوا على المحطات، 56 غادي يسترجع يعني المنطقه اللي كان فيها الاستعمار الفرنسي في الشمال، وفي بدايه 57 غادي ترجع طنجه، ثم في 58 غادي ترجع طرفايا، في 63 غادي يسترجع المغرب سيدي فني، في 75 غادي يرجع العيون الساقيه الحمراء، وفي 79 غادي يرجع اقليم واد الده. إذن هذه ثلاثة الدروس اللي كاينة في المغرب واللي هي مرتبطة مع بعضها البعض، وبقى لنا درس واحد على المشرق العربي. هذا الدرس اللي بقى لنا على المشرق العربي هو اليقظة الفكرية بطبيعة الحال، وهو يعني مجال بوحده، لأن المجالات كاين مجال أوروبا كما شفنا في الأول والعالم، ثم شفنا المجال ديال المغرب، والمجال الثالث أو الأخير هو المشرق العربي. هذا المشرق العربي باش غادي يتميز في القرن 19 غادي تنوض فيه واحد اليقظة فكرية، يعني واحد النهضه وواحد التطور فكري. هذه اليقظه الفكريه اللي مهم انتم تعرفوا العوامل ديالها والتيارات الفكريه ديالها. العوامل ديال اليقظه الفكريه باختصار كاينه ثلاثه، سياسيه ثقافيه اجتماعيه، وكتحط حتى في الامتحان وكاين احتمال نصادفوها في هذه الدوره ديال هذا العام. كاين عوامل سياسيه من بينها الحملة ديال نابليون بونابارت، ضعف السلطة العثمانية، فشل الإصلاحات اللي قام بها محمود الثاني ديال الإمبراطورية العثمانية، النهج ديال سياسة التتريك، وتزايد أطماع الأوروبيين واحتلال أجزاء من البلدان العربية. إذا هذه مجموعة من الظروف اللي خلات يظهر واحد الوعي عند العرب ونوضوا يبقاو يطالبوا بالاستقلال والانفصال عن الامبراطوريه العثمانيه، وبالتكتل والانفتاح ديال العرب، ومجموعه من الامور اللي غادي نشوفوها في التيارات الفكريه. ثم كاين من بين العوامل الثقافيه هو ان كاين انبعاثات طلابيه اللي مشات تقرا في برا ورجعات، وغادي تجيب الافكار ديالها من الغرب تحاول
تحاول تنشرها في البلاد العربية، كاين إنشاء المدارس الحديثة، إدخال المطبعة، الانفتاح على ترجمة الفكر الغربي وما يحمله من أفكار وكذا، ثم إحياء اللغة العربية والاهتمام بالقواعد ديال اللغة العربية. هذه دي مجموعة من العوامل. ثم العامل الاجتماعي، نمو طبقة وسطى مثقفة في بلاد الشام، نمو الشعور القومي، تزايد الإحساس بأهمية العرب ووحدة العرب والقومية العربية وكذا، القضايا ديال العرب. كذلك أيضا تعليم المرأة لعب دور مهم في اليقظة الفكرية، وسيادة التسامح الديني، يعني العرب فيهم المسيحيين فيهم المسلمين فيهم طوائف كثيرة، وبالتالي كان واحد التسامح، وكان الهدف هو وحدة العرب واتحاد العرب والدفاع على المشاكل اللي كيتعرض لها العرب. هذا الشيء كامل غادي يخلي ظهور تيارات فكرية. هذه التيارات الفكرية تنقسم لجوج، سلفي وعلماني. خصنا نعرفوا التعريف ديال كل واحد فيهم. السلفي ذو مرجع ديني يدعو الى الرجوع الى اصول الدين، العلماني ذو مرجع غربي يدعو الى فصل الدين عن الدوله. اذا هذا مرجعيته الدين، هذا مرجعيته الفكر الغربي. ثم الرواد ديالو، نعرفوا بعض الرواد، جمال الدين الافغاني، عبد الرحمن الكواكبي، محمد عبده. الرواد ديال التيار العلماني، فرح انطوان، قاسم امين، رفاعه الطهطاوي، اديب اسحاق. ثم الافكار ديالو، هذا جاء السلفي، جاب افكار في المجال الاجتماعي، في المجال الديني، في المجال السياسي، ونفس الشيء بالنسبه للاخر. بالنسبه للعلماني، بالنسبه للتيار السلفي، دعا الى الرجوع الى اصول الدين والاقتداء بالسلف الصالح ومحاربه البدع والشعوذه. الاخر العلماني دعا الى فصل الدين عن الدوله، هذا اللي قصدت ارجع للدين، هذا فصل الدين عن الدوله. ثم على المستوى السياسي، السلفي دعا الى الحكم وفق مبدا الشورى، العلماني دعا الى تبني الديمقراطيه والحريات العامة والمساواة أمام القانون ونقد الاستغلال تشاركوا فيها والاستبداد من طرف العثمانيين. ثم على المستوى الاجتماعي، هذا طلب بنقد الفوارق الاجتماعية، ونفس الشيء حتى هذا طلب بنقد الفوارق الاجتماعية. هذا السلفي دعا إلى الدعوة إلى التربية والتعليم بصفة عامة ديال المرأة وديال المجتمع كله. هذا حتى هو دعا إلى الاهتمام بالتربية والتعليم، ولكن دعا العلمان إلى تحديث المجتمع، يعني كل مجتمع حداثي منفتح على الغرب، ودعا إلى تحرير المرأة والمساواة. ثم في التالي نستخلصوا الدور ديال اليقظه في التطور الفكري. بطبيعه الحال اليقظه الفكريه لعبت دور في التطور الفكري عن طريق انها حافظت لنا على اللغه العربيه والتراث العربي القديم، تزايد الوعي باهميه العرب والانتماء الى العروبه وتزايد الشعور القومي، كاين ايضا تزايد دور الجمعيات والمطالبه بحقوق العرب، وتقلد الرواد ديال اليقظه الفكريه مجموعه من المناصب العليا في الدوله. وبهذا غادي نكونوا راجعنا جميع الدروس ديال المقرر، 8 ديال الدروس. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وإذا كنتوا استفدتوا ما تنساوش الاشتراك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم.